أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الجمع بين قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وقول المؤلف ولا خالق مع الله عز وجل؟ أحسن الخالقين ليس معناه مع الله خالقين، إنما أحسن تأتي أحيانا على غير باب التفضيل، على غير باب التفضيل، مثل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن أحكم الحاكمين، هو معناه أن أحد يشارك الله في الحكم أو يشارك في، فتأتي أحسن على أحيانا على غير باب التفضيل، وهذا منها، هذا ما يقصد به التفضيل. نعم، أحسن الخالقين ما يقصد به التفضيل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.